اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ محمد ابو علي. ازيك ابو علي؟ حبيبي كابتن مبارك يا اسلام، حبيبي، كله منور تمام الدنيا وان شاء الله يبقى وشنا حلو على الاهلي يا كده، رب ان شاء وربنا الله. يكرمه بكره، وسعيد ان انا موجود مع جمال. يعني ازيك يا جيمي؟ كله زي الفل يا كابتن. استاذ محمد جمال اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله كويس؟ كله زي الفل. طيب البيان جاهز يا شباب ولا انا مش معايا التليفون اصلي؟ جاهز؟ يلا خلينا نشوف بيان النادي الاهلي. او النادي الاهلي بيشكر وزير الداخليه والقيادات الامنيه. وجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحيه الى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه وكل القيادات الامنيه على تلبيه طلب النادي الاهلي بالموافقه على الحضور الجماهيري بسعه 50,000 متفرج في مباراة الإياب للدور قبل النهائي للدوري الإفريقي بين النادي الأهلي وسان داونز بطل جنوب إفريقي، والمحدد لها 8 مساء غدا باستاد القاهرة. وعبر مجلس إدارة الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف. وناشد جماهير الأهلي الوفية التعاون مع كل القائمين على التنظيم كالعادة حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية. شكرا جزيلا للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال الأمن وكل القيادات الأمنية على الموافقة مرة أخرى على 50,000 متفرج يكونوا موجودين بكرة. وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما بنقول، جمهور النادي الأهلي دايما بيضرب المثل بكل شيء حلو. جمهور النادي الأهلي هو اللي بيبدأ أو هتبدأ عودة الجماهير مرة تانية من خلال وجود جماهير النادي الأهلي إن شاء الله في المباريات السابقة وفي مباراة بكرة إن شاء الله. وبالتالي من فضل حضراتكم كل ما هو مطلوب من الجمهور إن هو يشجع، كل ما هو مطلوب من القيادات الأمنية أو من أفراد الأمن إن هم كل المحظورات لازم ناخد بالنا منها، كل واحد معاه الفان أي دي بتاعته، كل واحد معاه التذكرة بتاعته، كل هذه الأمور أعتقد يا أبو علي بتفرق كتير جدا جدا في عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات. بص يا كابتن، أنا قلت يعني مكافئة جماهير النادي الأهلي في مباراة صن داونز إن العدد يبقى في الساعة الكاملة. اوكي. جمهور النادي الأهلي في مباراة سيمبا ضرب مثل وقدم مباراة كبيرة جدا، ويعني كل الناس يمكن خرجت من مباراة سيمبا أشادت بجماهير النادي الأهلي. هي. بالرغم من تأخر الأهلي وبالرغم من كان من اقتراب النادي الأهلي من خروج من البطولة، لكن جمهور الأهلي كان ليه مفعول السحر في المباراة دي إنه يرجع الفريق تاني بسرعة والفريق يقدر يتعادل ويصعد للسيمي فاينل. فكنت شايف إن مكافأة لحالة الالتزام وحالة المؤازرة الغير طبيعية للنادي الأهلي في المباراة دي وعدم الخروج عن النص، ما حصلش مشكلة واحدة مع أي حد، إن المكافأة للجماهير دي إن تحضر مباراة السيمي فاينل، وبإذن الله بإذن الله بدون مقاطعة في الفاينل كمان يحضروا بالساعة الكاملة. وده إحنا بنبعت رسالة لكل جماهيرنا، طول ما أنت ملتزم، طول ما أنت ماشي كويس، طول ما أنت فريقك بس، خصوصا في ظل هذه الحالة الرائعة من الجميع. بالظبط، الساعة هتزيد ونفتح الاستاد للجماهير كلها. فأتمنى إن إحنا نواصل بكرة نفس المنوال يعني، ونفضل على نفس الأسلوب الراقي اللي قدمه جمهور النادي الأهلي في مباراة سيمبا هنا في القاهرة، وان شاء الله يكون جمهور الاهلي كلمه السر في تتويج الفريق بالفوز والصعود للدور النهائي باذن الله في البطوله. وده حصل قبل كده مرتين، جمهور الاهلي كان ليه دور كبير قوي في الفوز على صن داونز هنا 2-0 مع ريني فايلر، وشفنا الاستاد كان عامل ازاي وكان في حاله شحن مش طبيعيه، والجماهير انا متاكد ان هي اثرت على المباراه وكانت مديه اللعيبه دفعه كبيره جدا. وتكرر الامر مع بيتسو موسيماني في استاد السلام وقدرنا نكسب برضو 2-0 وبالهدفين بتوع طاهر وصلاح محسن، ونروح هناك نتعادل 1-1 بهدف ياسر ابراهيم ونصعد برضو للادوار اللي بعد كده. فانا شايف ان دور جمهور الاهلي مهم جدا، وكان يعني موقف محترم جدا، وده اللي يعني الطبيعي انه يطلع من النادي الاهلي نشكر السيد وزير الداخليه والقيادات الامنيه على الموافقه او بالسماح لحضور 50,000 متفرج، اللي انا واثق ان هيبقى اكتر من 50,000، ابو 60,000، ويبقى الساعه كامله في الاستاد. لا 50,000 بس ان شاء الله، ان شاء الله باقي بكره نشوفه هيحصل فيه ان شاء الله، الناس كلها تبقى موجوده بكره يا رب ان شاء الله. جيمي برضو يعني 50,000 متفرج ان شاء الله تبقى احتفاليه جيده بكره.
يا رب يعني. طبعا امر مهم جدا ان الجماهير تكون حاضره بكره. وهاخد من كلام مارسيل كولر النهارده حتى في المؤتمر الصحفي ما اشاد بالموضوع ده، وقال احنا هنلعب وسط جمهورنا وسط وجود 50,000، ده هيدينا دفعه بشكل كبير جدا. خلينا متفقين يا كابتن ان جماهير النادي الاهلي دايما بتضرب المثل، دايما بتكون ملتزمه، دايما بتكون مميزه في كل المباريات الكبيره وفي كل المباريات حتى في الفترات الاخيره. الكل ملتزم، الكل حابب ان النادي الاهلي يفوز، الكل دلوقتي مركز ان النادي الاهلي يصعد ان شاء الله للمباراه النهائيه. ما ينفعش ان هي اول بطوله وتكون كمان ممكن مباراه الاياب في الفاينل تكون في القاهره وما يبقاش النادي الاهلي طرف فيها. ان شاء الله يكون النادي الاهلي طرف في المباراه النهائيه، يكون حاضر للجماهير كلها في المباراه النهائيه. كمان ابى اشوف ان بكره الجماهير هتكون عامل السحر بشكل كبير جدا لمارسيل كولر. خلي بالك كابتن، يمكن اما لعبنا في صن داونز من ايام، يمكن الجماهير مفتوحه بالمجان وكل حاجه، بس جماهير صن داونز يمكن لعيبه النادي الاهلي كانت قادره انها تتجاوب بشكل كبير، على عكس بقى لعيبه صن داونز هنا لما تيجي القاهره وسط وجود 50,000 مشجع، اعتقد الموضوع هيبقى صعب عليهم بشكل كبير جدا، مع انك تحاول انك تخطف بدري، اعتقد الموضوع هيفرق بشكل كبير. تصريحات الاثنين مدربين يا ابو علي، تصريحات شفتها مدرب عقلاني بيتكلم بخبرات سنين في التدريب، بيتكلم على مباراة، بيتكلم في أمور فنية، بيتكلم على تجديد دوافع للعبته، على دور الجماهير في مؤازرة فرقته، ومدرب يعني نقدر نقول بيتمتع بقدر كبير جدا من الغرور، ما يعرفش القيمة الحقيقية للنادي الأهلي، أو يعني ما قراش كويس عن النادي الأهلي. مدرب بيتكلم إن النادي الأهلي دايما بيشتكي، والنادي الأهلي لما بتغلب، هو لو راجع التاريخ او سال نفسه هيلاقي ان تاريخ صن داونز، كنت مع حضرتك هنا وحضرتك قدمت فيديو جراف خاص ببطولات صن داونز، انك كنت حاسس يعني سبحان الله يا كابتن، تاريخ بطولات صن داونز وتاريخ بطولات النادي الاهلي. يمكن صن داونز كلهم على فكره، عايز اقول لحضراتكم حاجه بقى سر، هم ما كانوش عايزين نعمل كده. انا قلت لهم عشان ما يبقاش في توتر، لكن الراجل اللي بيعمل حاجات مش طبيعيه. قلت لهم يا جماعه فرق ده 50 ثانيه، النادي الاهلي 50 ثانيه والتاني 27 ثانيه، على ما حاجه بسيطه كده. ففرقه ما حققتش في دوري ابطال افريقيا الا بطوله واحده على حساب نادي الزمالك في 2016، والنادي الاهلي متوج ب 11 بطوله دوري ابطال افريقيا، بخلاف طبعا الكونفدراليه، بخلاف دوري ابطال الكؤوس، بخلاف السوبر، بخلاف تاريخ كبير جدا. مقارنه تكون ظالمه لو حطيت النادي الاهلي في مقارنه مع فريق صن داونز. فالراجل بيكلمنا النهارده عن الاهلي بيشتكي والاهلي دايما بيتظلم. لا، وانا جبت له تصريحاته النهارده في جنوب افريقيا في الشهرين الاخرانيين، قد ايه اشتكى من الحكام وقد ايه اشتكى من اللعيبه الدوليين. لسه كده قدموا شكاوي كتير برضه، وقدموا شكاوي كتير قبل كده. والاهلي بيتغلب من مين؟ يعني انا دلوقتي لما السنه اللي فاتت انا بطل دوري ابطال افريقيا، السنه اللي قبليها خارج من الفاينل بالقصه بتاعت الاستاد باللي حصل، السنه اللي مباراه واحده مش مباراتين، متغير النظام بتاعها في اللي قبليها، اللي قبليها انا البطل، اللي قبليها انا البطل. فانت بتكلمني انا اللي مغلوب؟ لو انت طموحك او انت شايف نفسك كمدير فني، فرحتك او التوهج بتاعك او قمه انتصارك ان انت تخطى النادي الاهلي في دور المجموعات او تكسبه، فانت اوريدي ممكن تكسب، وممكن تكسب زي ما كسب 5، لكن في الاخر مين البطل؟ مين اللي بياخد البطوله؟ فانا شايف ان مدرب مغرور، ورساله لعيبه النادي الاهلي، وانا عارف ان هم شافوا تصريحاته وشافوا احتفالاته في جنوب افريقيا، والكلام ان هو مش عايزين نفرح، انا مدرب فايز. هو لو يعرف كويس قوي ان المباراه من شوطين مش هيقول انا فايز، انت كسبت شوط من شوطين. النادي الاهلي قادر بكره بلعبته، بخبراته، بشخصيه النادي الاهلي، بجمهوره، بالمؤازره اللي هتبقى موجوده بكره، انه يرد على مكوينه وعلى التصريحات بتاعته اللي استفزت يمكن كل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. واتمنى ان هي تبقى، عارف يا كابتن، سبب من الاسباب او تدي اللعيبه طاقه ان هي تطلع 200% من مستواها بكره باذن الله. كابتن، اي ماتش كبير لازم يبقى فيه الحافز اللي تقدر تكسب من خلاله. اعتقد ان مكوينا قدم الحافز للعيبه النادي الاهلي، يمكن الحافز موجود انك عاوز توصل للمباراه النهائيه، ولكن هو النهارده بكلامه اعتقد قدم حافز كبير جدا للعيبه. لما اول كلامه من شويه على فكره طلع في 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 في, في, في احدى القنوات بيتكلم على انه كنت بقول كده، طبعا انا كسبت نادي قرن فلازم احتفل. بالظبط، هو بس كابتن هو في وسط كل كلمه بيلطف، يعني في وسط كل كلمه يحط كلمه. هو النهارده مثلا في حته كلامه على لعيبه النادي الاهلي وبيتكلم بالمراكز، وان انا بشوف ان كولر مدرب كويس قوي في التغييره بتاعه اكرم توفيق، هو بيحاول يوري الناس ان هو عنده علم بكل اسم في لعيبه النادي الاهلي. طب ما ده امر طبيعي، النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، وقبلها في الفاينل، وقبلها سنتين ورا بعض، طبيعي اللعيبه كلها معروفه، والجيل ده اكيد معروف كل الاسماء بتاعته، مش حكايه بالنسبه لنا قوي انك انت تبين لنا انك انت مذاكر قوي النادي الاهلي. النهارده كمان
استفزاز كبير قوي في حته ان انا انت المفروض ان انت نادي كبير النادي الاهلي والنادي الاوروبا كلها بتتفرج عليك، يعني حته ان انت اتمنى ما تشتكيش كتير واتمنى ما تشتكيش الحكام عشان الكاف وعشان يعني انت من بدايه، ما هو من البدايه اصلا اختيار الحكم البنيني اكيد يصير شكوك، ما تختار حكم ما قدرش ولا مباراه قويه في دوري ابطال افريقيا قبل كده ولا مباراه قويه لاي فريق بينافس في افريقيا قبل كده. لو نفخت من بعيد بيحسب عليك كابتن ما خدش مباراه في دور المجموعات، ازاي تديله مباراه نص نهائي في الدوري الافريقي على العكس في دور ربع النهائي انت مدي مصطفى غربال مباراه اياب ابو علي صن داونز وبيتر اتلتيكو المباراه خلصانه بالمباراه الذهاب. طب ما كنت لو انا بقى شايف ان الموضوع فعلا سليم انت كنت تدي مصطفى غربال على الاقل مباراه الاهلي وصن داونز، ولكن كل ده انت ازاي ما تخليش النادي الاهلي يشتكي، ازاي ما تخليش النادي الاهلي يصدر بيانات يبقى الان الاهلي بيشتكي ليه يا كابتن؟ هو الاهلي ما اتظلمش، هو مش عايز يظلم صن داونز. لا انا قصدي هو الاهلي بيشتكي وخلاص، انا ما اتظلمتش. لا الاهلي اشتكى في الاربع مباريات، انا ما اتظلمتش في اتحاد العاصمه بالظبط. يعني مين شاف الماتش، شاف جون كهربا، شاف اللي حصل من الحكم في ماتش اتحاد العاصمه وقال ان الاهلي ما اتظلمش؟ صحيح ما اتظلمتش في ضربه جزاء بتاعت كهربا في سيمبا هناك والدنيا كلها قالت ضربه جزاء يا حسن. ده المخرج تقريبا في الاربعه المخرج بتاع جنوب افريقيا نفسه ما عادش، عشان عارف ان الكره بتاعت جيرسي تاو ضربه جزاء ما عادهاش، ما عادش المخرج ده، لو هو المخرج جنوب افريقي نفسه اللي بينقل المباراه الراجل لو عارف ان هي ما فيهاش حاجه كان عادها مره واثنين وثلاثه، زي ما عاد قفشه مره واثنين وثلاثه عشان نفسه يثبت انها ضربه جزاء. بيرسي تاو ميتشيل وما رجعتش مره تانية. وبعدين هو انت زي حكم ما بيرجعش الفار، وده كلام كله رونالدو كان مهم جدا، ما فيش ولا حكم بيرجع للفار في اي قرار، حتى في مباراه مباراه سيمبا الحكم الموريتاني رجع للفار، هو راجع بس هو واخد قراره، يعني هو واخد قراره مش هيحسبها، مع انها ضربه جزاء لكهربا رسمي، وبعدها في مباراه في الدوري الافريقي قدرت تحسب بنفس الطريقه وبنفس شكل اللعب وبنفس كل حاجه. بشوف يا كابتن ان التحكيم بصراحه الافريقي محتاج تغييرات شامله، محتاج ان الناس تطمر اكتر من كده، ما ينفعش انك انت عايز تنظم دوري افريقي يعني هم دول الجداد. ايوه لا هو الكارثه ان انت مشيت بكاري جسامه ومشيت وخلاص سن بقى وبابلاك والحكام دي كلها خلاص اللي هو الوقت عدى عليهم بمشاكلهم برضه بازماتهم، فجبت ناس يعني لا ضعاف جدا ضعاف جدا، حكم بيجري يا كابتن وراهم مش بيجري، يعني ما تحسوش في ثقه في الملعب ومفيش حتى اللي هو الرؤيه في القرار او انه ياخد قرار مش خايف، رغم ان المباراه ما كانتش مخيفه بالنسبه له ولا جماهيريا ولا اجواء ولا انها تقلقه مثلا او تريبه، لكن حكم نازل هو مش عاوز يرجع للفار تماما وكل كوره فاول، واعتقد ان طبيعي جدا النادي الاهلي يشتكي. بس هو لو الفار استدعاه هو اللغز كله على محاكمه الفار ده كابتن، ان هي ثلاث ماتشات النادي الاهلي والاختيارها من الاساس، وبعدين يعني ده كلام مرتين ما تستدعيش مرتين ما تستدعيش الحكام سواء في ماتش سيمبا او في اسف ماتش اتحاد العاصمه وماتش صن داونز، لا حاجه مريبه وحاجه مش مستوعبه. ولو رولاني ماكوينا بيتكلم على ان النادي الاهلي بيشتكي، فالنادي الاهلي اللي عايز اقوله النادي الاهلي مش بيشتكي على حاجه ما حصلتش، ده الاهلي بيشتكي على اخطاء كارثيه ما فيش حد حللها في استوديو تحليلي او حتى اتكلم عليها في اي برنامج او في اي على السوشيال ميديا، لما الناس كلها بتاكد ان الاهلي ليه ضربه جزاء هنا، ليه هدف هنا، ليه ضربه جزاء هنا. فالاهلي لما بيطلب حاجه او بيشتكي بيشتكي وهو كان يفرق معاك جدا ابو علي لو بيرستا ودي ضربه جزاء كانت تفرق معاك بشكل كبير، انت راجع متعادل واحد واحد حتى لو كان بعد الجون انت كنت كسبان او بتعادل واحد واحد، الاهلي عنده حق لما يشتكي بالظبط طبعا. طيب من وجهه نظركم ليه مباراه الاهلي وصن داونز ابتدت تاخد منحنيات مختلفه عن الماضي؟ يمكن هما من بعد بيتهيألي تولي بيتسو موسيماني المسؤوليه وحسوا ان يعني الاهلي خد المدير الفني بتاعهم، بعد كده بيتسو موسيماني قدر يخرجهم من بطوله دوري ابطال افريقيا، فابتلت الدنيا وكان في توتر شويه بين موتسيبي وبين بيتسو، فده ابتدى يعمل حاله من الـ يعني نقدر ما نقدرش نقول عداء، بس عمل حاله من الحساسيه في مباراه النادي الاهلي ونادي صن داونز. لكن انا تاني بقى كده كابتن، اللي حصل النادي الاهلي في جنوب افريقيا من استفزازات وعدم تامين البعثه وان السفاره المصريه هي اللي امنت وحاجات كتير حصلت للفريق هناك، اتمنى وتصريحات رونالدو ماكوينا ان اللعيبه ترد في الملعب على الكلام ده كله ويحققوا مكسب بكره باذن الله مريح، ويبقى الرد على الراجل ده وعلى لعيبه صن داونز في الملعب. هم عندهم يمكن اربع او خمس غيابات جايين من غيرهم يعني، او لعيبه هم مفتقدينها بخلاف مكوينا برضو اللاعب الخط الوسط عندهم اللي خد انذارين ومش هيبقى موجود، بيتر شلويلي يمكن برضو مستمر في الاصابه ما جاش معاهم، اللاعب البرازيلي اللي معاهم روبيرو ما جاش، في الراجل اللي كان مطرود، عندهم حوالي اربع او خمس لعيبه ما جوش معاهم. فمع غياب مكوينا اتوقع ان ده يزود من فرص النادي الاهلي ويخلي عندهم مشكله، وهم اوريدي عندهم مشكله دفاعيه،
يعني فرق صن داونز جدا. لا في كمان في قلق. انا على يقين باذن الله باذن الله ان احنا لو ضغطنا بكره وكثفنا يعني هجومنا واستغلنا كل فرصه بتروح على مرمى فريق صن داونز هنقدر نسجل باذن الله بدل. وبعدين الضغط ابو علي كمان حتى على ويليامز، ويليامز بيغلط كتير جدا، واحنا شفنا لما الاهلي ضغط ثلاث مرات الكره كانت خلاص هتيجي من الحارس. هو حارس دايما حاسس انه عنده ثقه، ودايما حاسس ان هو الحارس الاول في، هو حاسس ان الحارس الاول في افريقيا حارس كويس كل حاجه. بس يا كابتن انا بشوف ان هو عنده ثقه يعني كبيره جدا. انا كنت عملت معاه قبل كده لما كان موجود في منتخب جنوب افريقيا، وكان هو حارس بديل في امم افريقيا وتواصلت معاه اكتر من مره. هو دايما عنده ثقه في نفسه كبيره قوي، انت لو ضغطت عليها تقطع. يعني هو بيحاول دايما انه ما يطلعش الكره من اول لمسه، هو دايما عايز يلمسها مره واثنين، ولو في كمان امكانيه ان هو يباصي براحته ويقف براحته. ودي وكان بيغلط قبل كده حتى في الدوري الجنوب افريقي. صحيح لازم النادي الاهلي يضغط على دفاع فريق صن داونز بشكل كبير جدا ويغلطهم، لازم يضغط بشكل كبير جدا على ويليامز، ما يبقاش الضغط من وسط الملعب. لازم بكره يا كابتن الاهلي اول حاجه يعملها في المباراه انه في اول 10 دقائق في اول ربع ساعه ضغط واستغلال، عمل بقى الارض الحقيقي والجمهور قدام فريق صن داونز ويحاول ان هو يخطف هدف. لازم كمان انك انت تستغل العمق بتاع صن داونز، العمق الدفاعي ضعيف جدا جدا جدا، ما تروحش الاطراف كتير. انت الاطراف مهمه عندك وقويه عندك، ولكن هم اطرافهم برده قويه وبيزيدوا هجوميا، بيعملوا هجمات مرتده بشكل سريع جدا. انت محتاج انك تضغط من العمق بشكل كبير، محتاج انك تكثف التسديدات بشكل كويس جدا عشان تقدر حتى انك انت تتعادل النتيجه الاول تبقى 1-1، وبعد كده تفكر اكيد في هدف الفوز. القاهره دائما ما تشهد انتصارات المارد الاحمر على جنوب او على صن داونز. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب رجعنا لحضراتكم مره اخرى. يعني برضه ابو علي هناك نقاط ضعف واضحه الحقيقه لفريق صن داونز طبعا يمكن ان النادي الاهلي ان هو يلعب عليها ويفوز من خلال هذه النقاط. بس كابتن صن داونز بيلعب على ثلاث حاجات وبيبقى عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا. صن داونز بيلعب على النقل الكتير والاختراق من العمق، ويمكن واحد من اللعيبه اللي انا لسه مصمم ان ناس كتير ما خدتش بالها من دوره في المباراه بسبب خطأه في الهدف، مروان عطيه كان قافل الحته اللي هي بتاعه العمق دي ما وصلش. كان ماتش رائع الحقيقه، ماتش كبير والله كابتن. بغض النظر عن الـ لا لا بس الخطا كله بيبقى غلطان الفرقه بتاعه. هو خطا جماعي برضه ابو علي، يعني هو خطا جماعي يعني. انا بتكلم على نقطه ان مروان قدر يقفل الدفاع، قافل الدنيا كلها. هم بيلعبوا على العمق وازاي الباصات الكتير ويخترقوا من العمق، وده كان الحمد لله تغلبنا عليه في وجود مروان عطيه في مباراه الذهاب. بيلعبوا عن طريق اللونج باص، بيجمعوا كرات كتير وبيس لها عمل لونج باص للاعيبه خلف دفاعات النادي الاهلي، ودي قدرنا الحمد لله ان احنا نقفلها، والتسديد من خارج منطقه الجزاء. ايوه لا تلاقيهم بيعملوا كروسات ولا تلاقيهم بيشتغلوا على الكرات العرضيه، يعني ممكن يخترق من الجناب بس يرجع الكره لتحت يحطها للمهاجم على الارض. ويمكن سجل شلويلي هدف من الاهداف دي في ماتش 2-2 في الموسم اللي فات في ملعب الاهلي والسلام. فاللي عايز اقوله الفرقه دي عندها شغل هجومي محترم وبتشتغل على ثلاث نقاط زي ما قلتها كده، الباص الكتير والتجميع والاختراقات من قلب دفاعات النادي الاهلي، او عن طريق اللونج باص اللي بيتعمل خلف خطوط او خلف دفاعات الاهلي، او عن طريق التسديد. دي نقط لازم ناخد بالنا منها في البدايه. عندهم مشاكل يا كابتن، بيضغطوا بشكل مكثف جدا. لو قدرنا احنا نجمع لعب وضغطوا عليك وقدرت بسرعه تغير الملعب او تعمل عمليه التدوير سريع وتستغل السرعات اللي عندك وتفتح مساحات في دفاعات فرقه صن داونز، عندهم كوارث في الدفاع. يعني فرقه بتتضرب بالدفاع سهل جدا، تقدر تسجل في مرماهم، بتستغل السرعات زي ما قلت اللي موجوده عندنا متمثله في سواء في حسين الشحات او رضا سليم او بيرسي تاو او كهربا كمان عنده سرعات. لكن اهم حاجه يا كابتن، اهم حاجه ما يخش فينا جون بكره، التنظيم الدفاعي بتاع النادي الاهلي وتركيز خط الدفاع مع خط الوسط. عشان كده انا نفسي ان الراجل يبدا، وخاصه ان عارف ان امام عاشور دخل القايمه، يبدا بامام ومروان وديانج، ويقدر ديانج ومروان، يعني مروان يبقى واخد الدور الدفاعي صرف، وديانج وامام يقدروا يعملوا التغطيه على الجنبين، وفي نفس الوقت يكملوا مع علي ومع الجناح اللي هيلعب سواء رضا او حسين او بيرسي في ناحيه اليمين. فاحنا قادرين على ان احنا نسجل بكره ونسجل اكتر من هدف باذن الله، بشرط استغلال كل فرصه تتاح لينا امام مرمى فريق صن داونز. اضاعه الفرص يعني افه من افات النادي الاهلي مؤخرا، اتمنى ان احنا نتخلص منها، وكل فرصه نص فرصه نسجل منها مع التنظيم الدفاعي الجيد وعدم تلقي شباكنا اي اهداف من شانها ممكن توترنا او تحط اللعبه تحت ضغط زياده تسبب لنا مشكله، والامر يستلزم لا قدر الله ان انت تسجل ثلاث اهداف. كيف يحدث التوازن اللي بيتكلم عليه ابو علي، اللي هو ما يجيش فيها جون واجيب جونين على الاقل، تلعب بالطريقه بتاعتك، ما نغيرش بكره في اي حاجه،
اعتقد انك لازم ترجع بعد عوده امام عاشور ترجع للتشكيل بتاعك اللي انت كنت مثبته الفتره اللي فاتت، بتتكلم على الشناوي، بتتكلم على عبد المنعم، بتتكلم على رامي ربيعه. انا بشوفهم الاثنين لعبوا ماتش كويس قدام صن داونز في الذهاب، عندك علي معلول في الشمال، عندك في اليمين هاني او اكرم ايا كان منهم اللي يبدا المباراه، الاثنين كويسين. وسط الملعب لازم الثلاثه ديانج وامام ومعاهم ممكن مروان عطيه بيشارك بشكل كويس جدا، تلعب بالثلاثه لان الثلاثه هيقدروا يعملوا معاك توازن دفاعي وهجومي، والثلاثه اللي قدام اعتقد ما فيش خلاف كبير على بيرسي وكهربا، والثالث ما بين حسين وما بين رضا، والاثنين يقدروا يقدموا لك الدور اللي انت محتاجه. لازم تضغط يا كابتن على الاثنين قلبين الدفاع كوانزي ومكوينا باي طريقه، الاثنين بيغلطوا بشكل كبير جدا جدا جدا. كمان عندهم اللي هو بطويل اللعيب المغربي اللي هو كان عندهم مكوينا اللي هو رقم اربعه اللي ما بقاش يجي، هو اللي كان بيطلعهم من ورا بالظبط. انت يا كابتن لما تضغط عليه وكوانزي وكيكان هتقدر انت تعدي شويه، هتقدر انت تخليهم ان هم ما يقدروش يبنوا كوره من ورا. انت مش عاوز صن داونز بكره يمسك كوره كتير، انت محتاج انك انت تخلي صن داونز يعني يرجع للكوره ان هو يخرج من عبايه الكوره بتاعته بتاعت البساط الكتير لكوره ان هو يلعب بالونج باس كتير، يلعب كرات طويله كتير، بحيث ان هو ما يقدرش يبدا لعبه قدامك يعني ما تخلوش يلعب لعبه. لا ما تخلوش يلعب لعبه طبعا بكره. انت بكره محتاج انك انت تسيطر على وسط الملعب، امام يقدر يعمل لك الزياده الهجوميه بشكل كويس جدا، مروان حتى كمان بيقدر يعملها بشكل كويس جدا، ده في حاله ان واحد فيهم استلم الكوره في وسط الملعب. ديانج بيقدر يلعب دفاعه بشكل كويس جدا ويقدر ان هو يسند مع رامي ومع عبد المنعم مع باك من الباكين اللي موجود والتاني ممكن يكون رايح وقتها. اعتقد انك لازم بكره خلال الشوط الاول تركيزك الكلي تبقى كمان يا كابتن حريص جدا جدا جدا، بعيدا كمان عن تسجيل هدف وبعيدا ان انت ما تخشش في هدف، تركز كمان على الكرات الثابته بالنسبه لصن داونز. صن داونز بيعملها بشكل خطير جدا عن طريق اللاعب في وسط الملعب اسمه اليندي اللاعب من تشيلي، بيقدر يا كابتن يلعبها بشكل كويس جدا جدا. لازم بكره تركز مع صن داونز في الضربات الثابته، تقلل جدا الاخطاء من على حدود منطقه جزاء الشناوي. محتاج كمان انك انت في وقت الضربات الركنيه في وقت الفاولات اللي على 18 بالنسبه للنادي الاهلي يكون في تركيز ويكون في استغلال لها بشكل امثل، والاستعجال ده اهم حاجه، ما يبقاش في استعجال، لان انت طول ما مستعجل انك انت تسجل هدف في فريق صن داونز الموضوع بالنسبه لك هيبقى صعب. اه تمام انت محتاج انك تسجل جول مبكر عشان تقدر ان انت تعدي المباراه، ولكن في نفس التوقيت محتاج برضو انك انت ما تستعجلش على الهدف، لان المباراه 90 دقيقه، طول ما انت ما دخلش فيك هدف طول ما انت عندك فرصه كبيره جدا جدا طيب. جدا في انك تصعد. كيف تناولت اتفضل عايز تقول ايه؟ كنت بس يعني في صوره للتشكيل صن داونز الاقرب اللي الصحف هناك اه موجوده. أوكي. الصحف في جنوب افريقيا نفسهم كانوا بيقولوا ده الاقرب او ده التشكيل اللي انا لسه كنت هسالك كيف تناولت وسائل الاعلام في جنوب افريقيا. كنت عايز اعرف يعني لو في امكانيه جاهز يا سمير لما قال الصوره وبالنسبه للصحف هناك. طب يلا اتفضل. اه اتفضل. ده يمكن التشكيل هو بس الكرين يعني معلش. في ويليامز طبعا في حراسه المرمى وناحيه الشمال عبد المنعم بطويل وريفالدو كوتسي ومعاهم جرانت كيكانا، دول بالنسبه لي الثلاثه الراجل بيلعب ب 3 4 3 قدامهم بيبقى موديبا او يعني بياخد ناحيه اليمين موديبا مارسيلو اليندي ومخليسي ومداو وبيلعب قدام بجاستن سيرينو وماسيكو وسيمبا زواني. انا شايف يا كابتن ان النسخه دي ما تخوفش وعندهم غيابات مؤثره جدا، لازم لعيبه النادي الاهلي تحترم فرقه صن داونز لكن ما نديش فرقه صن داونز اكبر من حجمها. برافو عليك. هو اللي بقى الان لانه بيلعب النادي الاهلي وفي رصيده هدف واحد بيلعب قدام 50,000 متفرج او 60,000 متفرج وهيتضغط وهم بيتوتروا، هم بطبعهم شعب هادي، شعب مش ما عندهمش الهيصه يعني. والجمهور الاهلي كمان من الجماهير اللي مش عايز اقول عنيفه بمعنى كلمه عنف، لا يعني في تشجيعها قويه شرسه. بالظبط شرسه، تحب فريقها قوي، جماهير الاهلي، جماهير الوداد، جماهير الترجي اللي هي بتدي طاقه وبتعمل رعب. بالظبط. لاي فريق بموجود احنا. بيبقى والله كان الواحد ما بقاش قادر والله العظيم. هذا والله العظيم ثلاثه الكلام اللي انا بقوله ده كلام صحيح، كلام حصل في الملعب مش مني ده من لعيبه كتير. الواحد لما بقى مش قادر يجري في اخر 10 دقايق، انا بلعب دايما ناحيه الجمهور يعني، فالواحد ما بقاش قادر يجري اخر 10 دقايق، انت رايح 100 متر وراجع 100 متر رايح كل شويه، فكتير 18 فكتير. لما كان الجمهور يعني الزومه بتاعت الجمهور تجري. والبتاع لا تجري غصب عنك. لا انت مثلا الاهلي متعادل وفضل 10 دقايق، ده بجد دقايق. والله مش هزار يعني، الناس تقول لي انت بتقول كده يعني، اقول لهم والله العظيم انت سامع يا كابتن، سامع كل حاجه، مش سامع ده، انا سامع اللي بيقول لي يا اسلام بالظبط على الخط، اللي بيقول لي يا هايل واللي بيشتمني فسامعه حاسس. وبعدين يا كابتن انت عارف انا طبعا الاستاد والمدرجات يعني عمري كله، ف مثلا فاضل 10 دقايق
ولعيب مثلا معاك كوره والاهلي متعادل او مغلوب واللعيب فكر يرجع الكوره ورا مثلا، لا يفكر يعني ضاعت يفكر. أيوه. في زومه كانت بتحصل في الاستاد كده تخلص الموضوع ان اللعيب ممكن يجري يجيب الكوره ترجع تاني الكوره تمشي بيها. فلا جمهور الاهلي من الجماهير الممتعه اللي بتصدر ضغوط كبيره جدا لاي فرقه بتلعبها. وتاني باكد على دورهم لان دورهم مهم جدا في مباراه الغد. يمكن اللعيبه كان ليها بس يعني طلب كده بسيط فضل. من الجماهير والناس اللي هتبقى موجوده بكره. اللعيبه دايما بتقول يعني في هتاف كده اللي هو ايه، عايزين شويه رجوله بنلعب على بطوله. يعني الماتش سيمبا اتقال مثلا في الدقيقه 10 او في الدقيقه 12، فاللعيبه كانت مستغربه يعني احنا في الدقيقه 10. لا 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 معلش معلش، هو انا حد قال لي بس انا هقول لك حاجه، عارف انا ردت عليه قلت له ايه؟ قلت له اولا الجمهور يقول اللي هو عايزه. لا لا مش قصدي اكمل لك، بس ما حدش بيقول الجمهور يقول ما يقولش. اكمل لك جمهور يقول اللي هو عايزه ده اولا. ثانيا هو انا لما بقول كده دي عارف اسمها ايه في كانوا بيدوها لنا في النحو زمان؟ كنايه. كنايه عن ايه؟ ان انا عايزك تكسب واخلص. انا بكلمك ما تقعديش متوتر بخبرات السنين. وانا انت بتكلمني بخبرات السنين، انا بكلمك بخبرات ملعب. لا لا انا قصدي بقى يعني فاللي انا عايز اتكلم فيه ان في الهتافات دي المفروض بيبقى ليها توقيت. صحيح. يعني في توقيت بطلع بحاجه معينه، في التوقيت بطلع باغنيه معينه، فما ينفعش لسه في اول 10 دقائق واقول للعيبه عادي احنا لسه في اول 10 دقائق. لا يعني بيحمسوهم زياده يعني. ايوه فهو بس ده يعني، وانا عارف ان الجماهير وصل لها الرساله الدعم والمسانده، وبكره ان شاء الله يبقى على قدر المسؤوليه وربنا يا رب. كيف يمكن الدعم يا جمال من على السوشيال ميديا؟ يعني اللعيبه تحس ازاي بدعم الجمهور على السوشيال ميديا؟ ان انت من دلوقتي ما يبقاش في انتقادات للعيب معين، ما بقاش من دلوقتي في بس ده واضح يعني ده ما حصلش كتير يعني ما بيحصلش كتير، بس بيحصل كابتن مثلا بتلاقي كلام لا بلاش ده بكره وبلاش ده يلعب. طبيعي على فكره، هو امر طبيعي يعني على فكره. وانا بلعب ما كنتش بزعل من الكلام ده. ليه؟ لانه في الاخر الجمهور هو في الاخر المدرب. بس هي شخصيات يا كابتن، هي شخصيات. في لعيب بيتاثر، في لعيبه ما بتاثرش. انا شايف بصراحه الفتره دي او اليومين دولت على السوشيال ميديا كلها الكل مركز ان النادي الاهلي، النادي الاهلي لازم يصعد النادي الاهلي. وخلي بالك كابتن بكره الماتش، انت الماتش برضو صعب وكل حاجه، ولكن انت في ايدك تسهله على نفسك. انت في ايدك، انت معاك كل المقومات بكره اللي تخليك المباراه متسهله، بيخلي المباراه بالنسبه لك ممكن تبقى سهله. جمهور موجود، اعتقد انت بكره ما تفكرش بقى كلعيب في النادي الاهلي في 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 حكم، في اي قرار حتى في البدايه من حكم او من اي حاجه، لازم تفكر انك بكره تقدر انك انت تكسب. واتمنى ان كل لعيبه، وانا عارف ان ده كويس موجود دلوقتي في المعسكر، ان كله خلاص قافل كل حاجه وكله تركيزه دلوقتي وشغله الشاغل في مباراه طبعا صن داونز. انا عجبتني كلمه قلتها ابو علي على ان هو هذه النسخة ليست النسخة الأفضل لسان داونز، خصوصا في ظل حتى لو معاهم اللعيبة اللي معاهم، لكن حتى في ظل الغيابات فلازم لعيبة النادي الأهلي تلعب بالشكل إن نحترم سان داونز وكل حاجة، ولكن على الجانب الآخر يعني انت افضل فريق في افريقيا، افضل سكواد. النادي الاهلي افضل سكواد في افريقيا. هو اللي عامل حساب يا كابتن، خلي بالك يعني هو المفروض هو اللي عامل حساب اكتر. انت جاي ملعبك وانت بطل دوري ابطال افريقيا، والسنه اللي فاتت انت هو كسب فعلا. صحيح. كسب، بس كسب مباراه في دور مجموعات. في الاخر الاهلي هو البطل وبطل دوري الابطال، وعلى مدار السنين اللي فاتت الاهلي متفوق بشكل كبير جدا في كل البطولات. فلازم هو اللي يبقى عنده يعني لعيبه النادي الاهلي تبقى عارفه لعيبه صن داونز هي اللي نازله، ما تاخدش ثقه على لعيبه النادي الاهلي. يعني بكره ما تاخدش ثقه، وانت عارف يا كابتن في الملعب ان ممكن لعيب ياخد ثقه ما يلاقي اللي قدامه متوتر، يلاقي اللي قدامه قلقان. اول خمس اربع خمس دقائق هنعرف الدنيا يعني بتبقى باينه يعني ماشيه ازاي. طيب هم هناك في حضرتك بتسالني على الصحف هناك. هم متحفظين شويه، بيتكلموا ان في مباراه انتهت 1-0 وفي انتظار المباراه الثانيه. هم منتشين شويه، خدوا بطوله العالم بتهيألي في الرجبي هناك، او البطوله اللي مش عارف هم عندهم الرجبي اللي هي اللعبه الاولى عندهم حاجه زي كده. ف يعني منتشين بالقصه دي مع فوز على النادي الاهلي، لكن عندهم تحفظ، بيتكلموا ان المباراه مهمه، بيتكلموا ان صن داونز هيقابل مباراه قويه جدا في القاهره. فهم مش ما بالغوش في الفرحه وما بالغوش في الكلام على المباراه، على قد ان هو المدرب بس هو اللي بالغ في الفرحه. هو المدرب من زمان وهو مثير للجدل، يعني هو دايما بيقول كده تصريحاته، بيتكلم في حاجات، لكن ان شاء الله الرد يبقى في الملعب باذن الله. هذه التصريحات الحقيقه تحفظيه كلها. انا بص يا كابتن بتبسط من الحاجات دي. اوكي. يعني انا لو جيت وداخل منافسه مع حد او هعمل حاجه مع حد واستفزني بالكلام ده ويعني استنفر بقى كل الطاقه اللي جوايا، يلا بينا. انا معاك بقى، يلا انا بحب الحاجات دي قوي. طيب جيمي، بكره اعتقد الاستاد هيفتح الساعه 4 بكره اعتقد. من بدري طبعا، والجماهير كلها اعتقد من بدري جدا هتشوف الصور كلها من اتنين الان على السوشيال ميديا من بدري. هتلاقي كل الجماهير من يمكن من الظهر كده، هتلاقي كله رايح على الاستاد من بدري، كله بيحب يروح من بدري في استاد القاهره. واعتقد بكره الاستاد
يعني بكره الاستاد هيكون اكيد الناس كلها فرحانه بالشكل اللي احنا شايفينه. ويمكن في الفتره اللي فاتت شفنا كان ماتشين يمكن حاسمين بشكل كبير جدا، ماتش الهلال وماتش الوداد، والجمهور بيبقى عامل سحر يا كابتن، بيبقى عامل فرق بشكل كبير جدا وبيدي دفعه كبيره جدا للعيبه بكره. وانت عارف كويس قوي يعني ايه لعيب ينزل الاحماء يلاقي الجمهور كله بينادي اسم اسمه، والموضوع بيختلف بشكل كبير. تنزل الملعب لما كرة حتى تضيع في البدايه بتلاقي الجمهور كله خلاص يعني مبسوط انك انت بتضغط، هتلاقي كل الدنيا فعلا اتغيرت بالنسبه لك بكره قدام فريق صن داونز. فبتمنى ان شاء الله الجمهور بكره يكون ان شاء الله على قدر المباراه كالعاده، ويكون دايما داعم للنادي الاهلي. رسائل سريعه بقى رسالتي بس للاعلام المصري او بعض البرامج عشان ما نظلمش الناس، في ناس كتيره جدا محترمه. بعض البرامج الاهلي رايح يلعب سيمي فاينل في بطوله بيمثل فيها مصر، والناس بتتكلم على مشاكل وعلى ازمات وعلى صراعات وعلى حاجات كده من وحي خيالهم داخل النادي الاهلي، وان في لعيبه مش عارف النادي ايه بيتفاوض معاهم، وفي يعني لعيبه مصر كلها عايزه تيجي تلعب في النادي الاهلي، وناس بتطلع تكلمنا ان في لعيبه عايزه تمشي من الاهلي تروح انديه ثانيه. فاتمنى الاعلام بس ياخد باله من التوقيت اللي بيتكلم فيه. انا سمعت اعلامي المفروض انه لعب في النادي الاهلي يعني طالع بيتكلم مع اعلامي ثاني بيقول له الاهلي ان شاء الله يكسب 2-1 وبيضحك وبتاع. انا مفيش كده في الدنيا يعني، مفيش كده في الدنيا. ما شفتش اعلام في بلد بيبقى ده التناول الاعلامي الفرقه من بلده بتمثل مصر. لما بيتقال النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا بيقول النادي الاهلي المصري، الاهلي برونزيه كاس العالم بيقول النادي الاهلي المصري بطلا او حصل على برونزيه كاس العالم. فاعلامي يطلع يتكلم وبيقولها بمنتهى يعني السخريه، الاهلي يكسب 2-1 معناه ان الاهلي غادر البطوله. فانا ما شفتش كده. ناس ثانيه بتكلمنا ان امام مش عارف جاي له عرض منين، ناس بتكلمه وعبد القادر مش عارف. النهارده عبد القادر موجود في القايمه، امام عاشور موجود في القايمه، مفيش مشاكل خالص. ده دليل ان كان في بعض الامور او ممكن يكون فكر الامور الفنيه ان راجل اصابه امام او شكواه. انا بتكلم على اللاعب بيقول لك ما بحمل على رجل واحده بحس بالام غريب. فانا اطمنت على الراجل. النهارده مارسيل كولر اكد كلامنا في المؤتمر وقال ان امام فعلا كان بيشتكي من بعض الالام وتحمل على نفسه وكان عايز يبقى موجود معانا، وانا اللي فضلت ان يعمل رنين عشان نطمن عليه. فاتمنى بس التناول الاعلامي مع فريق بيمثل بلدك، حتى لو انت جواك ضغائط، حتى لو انت انتمائك بيفرض نفسه عليك، حتى لو انت يا عم كاره للنادي الاهلي، بس يعني مش كده يعني انت بتخاطب الغالبيه العظمى من الشعب المصري اهلاويه. طبعا رسالتك يا كابتن لعيبه النادي الاهلي دي بطوله كبيره جدا، وبطوله مهمه جدا تحط اسمك فيها كاول بطل في الدوري الافريقي في تاريخ البطوله. لازم بكره يبقى مفيش استعجال، لازم بكره يبقى لعيبه النادي الاهلي تبقى عارفه كويس جدا ان هي افضل من فريق صن داونز واقوى من فريق صن داونز. ورسالتها طبعا للجماهير انها دايما تفضل اكيد مسانده للنادي الاهلي بكره طوال المباراه كالعاده، ويقدروا ان هم ان شاء الله يقدموا ملحمه بشكل كبير جدا في استاد القاهره، ونقدر بقى ان شاء الله كلنا نبقى فرحانين ان شاء الله بعد المباراه. يا رب ان شاء الله، وكل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه بكره. جمهور النادي الاهلي هو الاساس، جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد في هذه المباراه. وجهه نظري ان جمهور النادي الاهلي سيكون له الدور الاكبر كالعاده ان شاء الله، ان شاء الله في حاله فوزنا في هذه المباراه. انا بشكرك جدا ابو علي، وكالعاده دايما بنستمتع بيكم، وبشكرك جدا، شكرا جزيلا. بشكرك يا جيمي على وجودك، بنستمتع بيكم دايما. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره الاستوديو التحليلي ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي صن داونز قبل المباراه بساعتين على الهواء مباشره. كل الكواليس التي تحدث قبل بدايه المباراه هتكون مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي فقط، تتفرجوا عليها مع النجم الكبير كابتن ايمن شوقي اللي هيكون موجود مع حضراتكم من الساعه 6 للساعه 8 وما بين شوطي المباراه، وان شاء الله ما بعد نهايه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.